مرحبا بكم لكل متابعي عالم حواء من السيدات ومن الأنسات. رجعنا لكم ثاني من داخل الاستوديو ومن داخل استوديوهاتنا. نحن دائما نبتدئ بصحتنا، وخصوصا يعني الأنثى. جمال ورشاقة الجسم والهيلثي بودي هو أساس للأنثى أو لحواء. أول فقراتنا وأول ما نستهل به اليوم، الفقرة الأولى هي فقرة الرياضة أو فقرة الهيلث أو فقرة التحدث عن صحة الجسم وأهمية التغذية. معانا أخصائية التغذية أسماء عبد المنعم. بنرحب بيكي ونقول لك حبابي كلف من داخل الاستوديوهات. أهلا بكم ومساء الخير عليكم. أنا أسماء عبد المنعم، أخصائية تغذية خريجة الأحفاد وصاحبة جروب غذائي برضو في الفيسبوك. عندك نشاطات أخرى يعني غير الجروب؟ يلا الجروب ذاته فيه وبشتغل فيه برامج، يعني عندي نشاطات، برامج الزيادة، برامج النقصان كده أكوردنج لشنو يعني لأنتي لطولك وزنك كده، وفي نفس الوقت بتكون حاجات ناتشرال طبيعية، يعني ما بستخدم حاجات كيميائية. طبعا قد يغيب الفكر أو قد نسمع مقولة أخصائي تغذية أو أخصائية تغذية. طبعا الحاجة دي بتكون ما معروفة أو مش هو تقليل من عدم وعي أو فهم، لكن ما بتكون معروفة لدى كثير من الناس. فإحنا عايزين نوضح وظيفة أخصائي أو أخصائية التغذية. طيب أول حاجة، بجد التغذية في السودان ما في يعني مجال، حتى مجال التغذية أو التغذية العلاجية يا داب ما بدأ له زي 3 سنين أو 4 سنين، يا داب ما هو بدأ يعني يزدهر أو إنه الناس تعرفه. حتى يعني مثلا إحنا شغلنا في المستشفيات بيجوا بيقولوا لنا ناس الأكل، ناس الأكل. أيوة ليه؟ لأنه يعني ما خاتين إنه لا إنه أنتوا ناس مهمين أو إنه أنتوا أو أو أو. يلا إحنا جوب ديسكريبشن حقتنا بتكون شنو؟ بتكون إنه أنتي كأخصائية تغذية حتكوني عارفة الأمراض، حتكوني عارفة العلاجات، طبعا حتكوني عارفة بعد كده الفود والحاجات اللي هو محتويها. ليه؟ عشان انت على حسب مثلا جاكي بيشن حتعرفي مرضه، عشان ممكن نوع اكل معين يتعارض مع المرض مثلا. مفروض تعرفي برضو الدرج حقه اللي هو بياخده، لانه في انواع بتاعت ادوية معينة بتتفاعل مع الاكل. فشنو؟ فاحنا جوب ديسكريبشن حقنا بتطلب مننا ان نكون عارفين الميديسين ونكون عارفين الفارماكولوجي، وفي نفس الوقت نكون عارفين النيوتريشن. يعني انا شايفه انه هي حاجه صعبه، يعني ما زي ما الناس ماخدينها بمبدا، يعني هي حلقه وصل بين الميديسين والفارماسيست وبين التكنيشنز اللاب تكنيشن، وبدون هذول بيكون فيهم لخبطه طبعا. يعني انت طبيبه، انت صيدلانيه، انت اخصائيه معمل، لازم انت تكوني الملمه، عشان كده بيطلق عليكم اخصائيين التغذيه. ممكن نقول زي ما اهلنا وحبوباتنا بيقولوا، المعده بيت الدائي والدواء. صح، يعني ده مثل ما طلع عن فراغ، مش كده؟ اي يا هو الاكل هو السبب المرض، في نفس الوقت الاكل هو سبب العلاج. صحيح كلام مقوله صحيح. خصوصا الان يعني الواحد او عموما الاسر في شح وعدم انتظام حتى في الوجبات الرئيسيه. عرفتي؟ ما في انتظام في الوجبات الرئيسيه، ولكن عدم الانتظام بتلاحظيهم حاجه ايكونوميك، حاجه اقتصاديه اكثر، اقتصاديه اكثر. يعني صحيح. احنا مثلا ممكن نطلع ونتكلم نقول لكم يا اخواننا اكلوا 6 وجبات، 3 فرعيه وثلاثه رئيسيه وثلاثه فرعيه، لكن انت بتلقي انه اغلبيه الاسر هنا في السودان يعني عندهم مثلا وجبه الفطور ووجبه الغداء بيتغدوا بعد المغرب. صحيح. فكده بكونوا خلاص، لو هم كده يعني بيشربوا شاي شاي المغرب بالضبط. فانت ما بتقدري يعني، دي حاجه حاليا اقتصاديه، يعني الموضوع الاقتصادي يتصلح ممكن بعد ذاك انه زول يقدر يقول لا الناس، لكن احنا حاليا بنحاول انه دائما نركز في وجبه الغداء. يعني العيانين في المستشفى الكده بنركز لهم على الغداء، وتكون فيهم المجموعات كلها، يعني تكون وجبه بسيطه في نفس الوقت يكون فيها كل المجموعات الستة الغذائيه. ليه؟ عشان هو بس دي الاكل اللي هو بيقدر ياخذها خلال اليوم، ودي انا متاكده 100% انه كل الاسر السودانيه بتاخذها، يعني الغداء لما الاهل وكده بكون في الغداء. فاكثر حاجه احنا يعني بنركز على انه تكون في وجبه واحده على الاقل في اليوم فيها 6 مجموعات غذائيه.
فيها كل المجموعات الستة. ايوه مجموعات الستة احنا عارفينها يمكن وانتي عارفاها، انا اوضحها للسادة المشاهدين. البروتين، بروتين، كربوهيدرات، النشويات، الفيتامين فيتامينز، والمينرالز اللي هم خضروات والفواكه يعني، فيتامينات والمعادن، نعم، الفيتامينات والمعادن والدهون، قلنا النشويات صح؟ قلنا النشويات الماء والماء كده ستة. طبعا ايوه جعلنا من الماء كل شيء حي. الماء هو العنصر الرئيسي جدا وهو المثبط لكل ال هو المكنة اللي بتحرك صحيح الجسم، يعني الدورة من الصباح الدموية. انت تبدي بمويه، يا دام حتحفز الجسم انه تاني يبدا يشتغل من الاول، يعني المشين زي هو اللي بيكون الوقود بتاعه، يعني انا اخد اشرب مويه عشان ابدا تاني حاجه تبدا صحيح. تشتغل. اللجينة أصلا هو ما لجينة، دي دراسات مثبتة وتجارب علمية إنه عدم انتظام في الوجبات الغذائية قد يؤدي إلى السمنة. فعلا ده يعني مين ريزن، هو ده سبب رئيسي جدا في الإخفاق في الأوزان عموما. ده الشيء لما يزيد عن حده بتقلل بالضبط. صحيح. يعني احنا ما بناكل ما معناها انه احنا هنكون ضعاف، لا، ممكن عادي المعادلة تبقى حاجة عكسية والوزن يبقى اوفر في طيب النهاية. كيف في ناس بيقولوا مثلا يا اخي انا ما قاعدة اكل كثير، طيب كيف انا بسمن وانا ما عندي انتظام في الوجبات؟ نوضح الكلام ده. طيب في ناس بياكلوا وما بيسمنوا، في ناس يعني عكسهم، يعني في ناس الاكل بيزيدوا وفي ناس بياكلوا وما بيزيدوا، ما بزيدوا. يلا ده كله مرتبط بنشاط الغدة الدرقية، هرمون. لو الغدة الدرقية بقت هايبر اكتيف، يعني بقت بتشتغل بتحرق السعرات اكتر، معناتها انت الاكل حتاخديه وكله حيتحرك وحيتحرك فوق تاني، فبالتالي انت بتكوني شنو، بتكوني وزنك ناقص، بتكوني اندر ويت. بالعكس لما الغدة تكون خاملة انت هنا حتكون الحرق بتاعك حبة، فبالتالي انت حتكوني اوفر ويت، حتبقي سمينه، يعني شغلان سمن، انا باكل وما بسمن وانا باكل وبسمن شديد، دي لها علاقه بالغده هرمون. يعني ده تصريح مطلق انه احنا عشان نقدر نظبط موضوع الوزن اول حاجه نعمل تشيك على يلا هرمونات. انا في حاجات ثلاث دايما بقول للناس يعملوها، يعني الناس اللي بتجوني كده يشوفوا الهيموجلوبين الدم، طبعا ليه؟ لانه الحديد عنده علاقه بالشهيه. صحيح بلا شك. انا مثلا عندي، انا عندي انيميا وما قاعد اكل، ما قاعد تاكلي، بمشي كده لقدام بلقى انه لما نراجع بنلقى انه الدم ما تمام، بتشوف الحديد، بتشوف الجرثومة، الجرثومة في السودان منتشرة شديد، وسبب رئيسي لشنو انه الناس دي كلها ضعيفة او انه انا باكل وما بزيد، ليه؟ لانه انت اصلا عندك الجرثومة، الجرثومة قاعد تاكل معاكي. في هرمون اسمه هرمون الليبتين، هو هرمون الشبع، هو اصلا جوه الجسم برضه، لما الهرمون ده يكون ناقص فانت بالتالي برضه ما حتقدري تاكلي، برضه ما حتجوعي. تاني يا هو الغدة، الغدة يعني انت لما تجيني بقول لك عم تشوفي لي الليبتين، شوفي لي الغدة، شوفي لي الجرثومة، شوفي لي الهيموجلوبين، الأربعة دول تمام. بعد ذاك يعني الموضوع ما حيبقى حاجة فسيولوجية، حتبقى حاجة احتمال حاجة مكتسبة. يعني احنا من قمنا مثلا احنا في البيت بنصحى من الصباح بنشرب كده، أزول مع يعني لما يحصل لك تكيف على حاجة صعبة انك تغيرها. صحيح يعني عادة. ما حاجوع خلاص ما حاجوع، بقت لي عادة. اي تأديب، يقول لك تأديب المعدة، هي المعدة دي يعني على حسب ما تعوديها. صح عرفتي؟ يعني كل شخص بيختلف من الآخر، يعني في ناس عندهم وجبة الإفطار دي مهمة شديد، في ناس ممكن تقعد على يوم كامل، وربنا سبحانه وتعالى ذاته وضع شهر رمضان عشان احنا نقدر ذاتنا نتعالج ونقدر احنا نساعد نفسنا بنفسنا انه احنا نقدر ننظم موضوع الأكل والشراب. طيب هل بتفتكري انه السمنة من أسباب قلتي الرئيسية عدم الانتظام في الأكل، في أسباب أخرى قد تكون وراثية مش كده؟ يلا هو ممكن تكون حاجة وراثية، لكن ما بتكون وراثية برا، بتكون معاها عوامل بيئية خلت إن الحاجة دي يعني تبقى ليا لونج لايف. يعني ممكن أنا أتولد سمينة، أنا اتولدت سمينة لأنه دي حاجة وراثية، يعني أنا اتولدت سمينة لأنه أهلي سمان. بعد ده أنت لقدام لو قدرت إنك تعمل كنترول حتكون إنسان نورمال، يعني الوزن الاديشنال ده هيحصل له، يعني حتنقصه. لكن انه مثلا انا براي بقول لك والله انا سمينه حاجه وراثيه، الوراثه برا ما دور انف، يعني بتكون وراثه لكن بيكون يا اسماء، معاها عامل ما ثاني. دي حاجه في الجينيتيك، يعني احنا كيف ممكن نعمل لها تغيير؟ ما هي فعلا باللايف وراثيه، ممكن ستايل، باللايف ستايل بتعملي كنترول، قلت لك انه انت ما تكوني بتزيدي. يعني مثلا الناس اللي بيكونوا سمان ديل
سعراتهم الحرارية بتكون محددة، بتقومي انت اصلا المرأة 2000 سعرة حرارية في اليوم، دي المرأة الطبيعية. الراجل الطبيعي 2500 سعرة حرارية في اليوم المفروض ياخدها ويحرقها، عشان شو؟ عشان تكوني بالانس، يعني ما تكون في حاجة زادت وانت سمنتي. يلا الناس اللي بيكونوا سمان ديل ممكن انا انقص لهم من السعرات الحرارية لحد ما نصل حتة معينة، بعدك بنرجع بنعمل بنزيد الوجبات تدريجي لحد ما يعني في اكل انت بتاخديه وفيه سعرات وفي نفس الوقت ما بيزيد، فانت بالتالي بتاخدي برنامج كده معين لحد ما انت تبقي تثبتي وزنك. يعني هو جيناتك دي ما حاجه حتكون معاك لونج لايف لو انت عملتي من الاول حسابك، يعني البيبي بتاعك انت كأم لو من الاول انت عملتي حسابك مثلا بعد خلاص خلص الرضاعه و و و و لو عملتي نظام كويس حيرجع حيكون دول نورمال. يعني عشان احنا نقلل من الاصابه بامراض، مش امراض السمنه، بالسمنه نفسها، ممكن نقول اللايف ستايل، الانتظام الوجبات، او زي ما قلتي بما انه احنا عندنا مشكله في الوجبات نشوف الوجبه الاكثر عليها اقبالا ونجمع عليها، زي ما قلتي وجبه الغداء نحاول انه نعمل كولكشن من جميع الجروبات او المجموعات السته الامبورتنت المهمه شديد للجسم. برضو قلنا طريقه او الفحص، يعني نشوف هل المشكله هي داخليه فيسيولوجيه، بعد كده نتجه للابيرنس الحاجات الخارجيه الظاهره واللايف ستايل. تسني على كلامي ده مش كده؟ اي تمام. الوجبات الممكن في نظرك انت كاخصائيه تغذيه بتؤدي الى السمنه المفرطه، مش السمنه يعني اللي بتقول لك الجسم ملان مقبول نوعا ما. طيب اول حاجه السكريات طبعا. ليه؟ السكر دائما انا يعني بحب انه يكون المصدر بتاعه طبيعي، لانه لما يدخل الجسم كسكر احادي بيتحول لجلوكوز طوالي، بيكون لك فيول، بيكون لك وقود بس. لكن لما تاخدي السكر يكون يعني سكر ثنائي، سكر سكر سكر، في النهايه حيمشي حيتخزن في الكبد على الجلايكوجين، حيبقى لك في النهايه دهون، يعني حيبقى لك ان انت هتبقي سمينه. فعشان كده تستبدل الناس تستبدل السكر الابيض ده تستبدله بالفواكه، بسكر الفواكه كده انت بتحافظي على انك انت ما تبقي سمينه. في برضو الحاجات مثلا البطاطس، يلا البطاطس بحد ذاته في اعتقاد عنه انه هو بيزيد، هو البطاطس ذاته ما بيزيد، بيزيد على حسب انت اخذتيه كيف. يعني مثلا البطاطس المسلوق تقريبا في 76 سعره حراريه، نفس البطاطس لو حمرتيها قليتيها بتديك 286 سعره حراريه، معناها طريقه الكوكينج يعني اي نفسها لو شلتيها وعملتيها سلايدات بتاعت الشيبس المصنعه دي بتديك قريب الثلاثه 300 500، والله 500 كم، 80 سعره حراريه. يعني هي بتكون نفس الكميه بس الطريقه اللي انت اشتغلتي بيها. في البطاطس لما تكون مقليه او تكون مصنعه، يعني الناس الشيبس وكده دي برضو بتزيد الوزن. الملح لما يكون اوفر بيعمل ريستركشن، بيحبس المويه، بس بيحبس المويه فعلا، بيحبس المويه وبالتالي برضو حتكون في زياده بتاعت وزن. صحيح. برضو في الناس اللي بياخدوا البهارات والشطه وما بعرف شنو بتعمل مشاكل في الجهاز الهضمي، بيقوم الجهاز الهضمي بيفرز العصاره الهضميه بشكل كبير، يعني اكثر من انه هو مفروض، عشان شنو؟ عشان يقدر يعمل بالانس، يعني يقدر يعالج المشكله حاصله جواه دي. فبيقوم لما يفرز العصاره بشكل كثير ممكن برضه يتخزن تبقى على شكل دهون. المشروبات الغازيه، ثاني اكسيد الكربون، صودا، ما خلى حاجه ما فيها، حتى اللو دايت بيكون فيها سكر. يعني بيجوا ناس بيقولوا لا احنا عاملين دايت خلاص وحنشرب البيبسي دايت، لا البيبسي دايت حتشربيه هو كله. يعني انت لو في كان لوحه احنا عملناها خدتينا كل كميه بتاعت سكر في المشروب الغازي، يعني في النهايه المشروب الغازي اللي بيقول عليه دايت ده فيه نص الكميه اللي في العادي، لكن مفري والعادي ده فيه كميه كبيره شديد. فالناس برضو المشروبات الغازيه المفروض تبعد عنها. الجنك فود، الجنك فود ما قبالي قلت لك طريقه الطهو بالنسبه للشيبس، الجنك فود دي برضو مشكله، لانه اصلا الزيت ممكن يكون زيت مهدرج، صحيح، عملوه وزادوه، ده ممكن في النهايه اصلا يعمل لك كانسر. برضو المواد الحافظه بيحفظوا بملح اكتر، يعني بيحطوا الملح 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 برضو في النهايه. الجنك فود عفوا اللي هو اوضح اللي هو السناك او الوجبات الخفيفه. الوجبات الخفيفه او الوجبات السريعه السريعه. نعم.
ده لان اكثر 5 اطعمه بشوف انهم هم ممكن يزيدوا الوزن، اللي هم المشروبات الغازيه، السكريات، الجنك فود، البهارات والملح. ثاني حاجه انا قلتها نسيتها، المشروبات الغازية قلنا، والدهون، كربوهيدرات، الكربوهيدرات دي ما كلها بتزيد، ما كلها، ما كلها بتسبب الفات، مش كده؟ يلا برضو في ناس بيقوموا بيقولوا انه بيجي بيقولوا لي احنا دايرين نضعف، احنا دايرين نضعف معناتها احنا حنوقف نشويات. حاجة ده غلط، ما حتوقف نشويات. الواحد لما مثلا لما انت تاخدي المفروض انت كان داير تضعفي توازن بين البروتين والنشويات، عشان الزيادة مش ناس النقصان، ناس الزيادة بيجوا بيقولوا احنا دايرين نزيد وخايفين من الكرش. بقوم بقول لهم انتوا اصلا ما المفروض الاكل حقكم الانتاك يكون دهون، الدهون بتكون من 25 ل 30%، بعد ذاك الباقي انت بتوازني بين النشويات والبروتينات، عشان الزيادة في النهاية كده بتبقى لك عضل. انت زدت النشويات الزيادة حتكون لك دهون. دهون. طيب، من أخطر المشاكل في جسمنا الكرش طبعا، اللي بيعانوا منها يعني أغلب وحتى الضعف بالمناسبة، حتى الضعاف بتكون الكرش هي الحاجة البارزة في الجسم يعني. الكرش دي هي أصلا هي الدهون اللي بتكون، الدهون اللي بتتراكم في المنطقة الأريا دي هي بيطلق يعني اسمها، بيطلقوا عليها اسم الكرش. الكرش ذاتها عندها أسباب كثيرة، احتمال أنا أكون زولة هيلثي وعندي كرش، صحيح. أكون مثلا ولدت وما حافظتها، او ولدت وفي ناس بيربطوا بعد الولاده، الرابط ده بساعد شديد. ممكن برضو بعد الولاده تشربي على الريق الصباح، فشربتي انا واختي كان ولد وبالصباح اخذت كمون وليمون على الريق، ما شاء الله تبارك الله سعاديه، يعني ما عندك ايش، ما بتشوفها هنا هي انسانه ولا جنزبيل برضو مش كده؟ اي جنزبيل، لكن لانه في ناس كتار عندهم مصران طبعا نعمل جنزبيل تهيج. بيقوم اي بيقوم بيقول جنزبيل بيهيج ليره، بقوم يعني بستثنيه. برضو الأكل العالي في الدهون، العالي في السكريات، ده برضو بيعمل كرش. برضو الواتر ريستريكشن بتعمل كرش. التقدم بتاع السن، لما المرأة تبقى كبيرة، المرأة بالذات يعني لما تبقى كبيرة، لأنه بيحصل الصح البريود بيحصل لها ستوفينج، الطمس طبعا بيجيف، بيجيف طبعا، فبتكون في جوا في تراكمات. فبرضو التكيس، تكيس المبايض برضو عنده علاقة انه انت يكون عندك كرش، لانه هرمونز بيلعب في الهرمونز. فالكرش عنده اسباب كثيرة يعني، لكن الريليتد اكثر حاجة للتغذية زيادة الدهون وزيادة السكريات، ده اكثر حاجة يعني بيسبب الكرش من ناحية تغذوية. في بيجي بيقولوا لي الموية، احنا كان شربنا الموية باردة بتعمل لنا كرش، الموية ما بتعمل كرش. الموية هي اصلا عباره عن حاجه، هي فري كالوري، ما فيها سعرات حراريه. انت اخذتيها الصباح دافيه يعني مثلا دفيتيها حبه وشربتيها، ما هي بحد ذاتها ما بتنقصك، لا هي بتساعد انه انت وزنك يعني وزنك بين وزنك، هي بتساعد في انك تحرق السعرات الحراريه اللي فضلت من امبارح، لكن هي في حد ذاتها يعني انا ما شربت الموية حتنقصني، هي بس بتساعد بتسرع يعني عملية الحرق بتاع الدهون. الموية لما تكون باردة الجسم بالعكس، الجسم بيبذل طاقة، لأنه أصلا المعدة وسط حمض يعني حار، لما تخش لها حاجة باردة بيقوم الجسم بيبذل طاقة عشان شنو، عشان يقدر يحول الحاجة دي لحاجة حارة عشان تقدر تتكيف مع الوسط اللي هي قاعدة فيه. فالموية الباردة ما بتعمل كرش. غايته يا أسماء، أن إحنا عايزين لسه معلومات وعايزين كلام كتير، وموضوع التغذية ده هو أساس الصحة والهيلثي والبدن طبعا، فما أكيد الدقائق المعدودة دي ما حتكون كفاية، عندنا يعني إن شاء الله استضافات أخرى في عالم حواء، وحبابك نورتينا وكتر خيرك على المعلومات القيمة. تسلمي، الله يخليك، يديك العافية، تسلمي.